أنا نهار اللي جينا لهنا عطاونا القرآن هذا، هذا بيته أقسمنا عليه. شقلنا؟ أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس. وأنا نقول أقسم بالله أني خدمت البلاد بإخلاص، كنت في ولاء تام للوطن. لكن هالقرآن أقسم بالله يا شعب مش نصارح في اللي ريت، ريت نفاق سياسي لهنا لم أرى له مثيل. جاتني جلطة، تربيت على أشياء جات أشياء، لقيت أحزاب مستعدة باش تعلق العلم والضراب متاع الدول الأجنبية قبل تونس من أجل مصالحها. لقيت نواب ووزراء مستعدين باش يترشحوا القوائم ويكونوا موجودين في مناصبهم حتى مع داعش وحتى مع عدو تونس. أقسم بالله يا الجهويات اللي موجودة بالقوانين، أقسم بالله يا الشيء اللي ريتو في تفرقة جهوية مقيتة في المجلس هدايا باحترامي للشرفاء لم أكن أتوقع. أقسم بالله يا شعب إذا كان ما تصلحش روحك وتعرف لشكون تبعث للمجلس هدايا المرة الجاية، وما عادش تمن ما يسمى بالأحزاب الكبيرة التي ولاءها للخارج وليس لتونس. يا ناس راه ما ثماش شكون ينخرط في حزب ويعطي فلوس، راهي قاعدة تمول فيها لوبيات الفساد في الداخل والخارج. شكون الدولة اللي تعطي فلوس الحزب في تونس؟ على سويت عينيه؟ على الوطنية نتاعو؟ شكون رجل الأعمال اللي يعطي فلوس الأحزاب؟ ما يبيش تخدم له الأجندات نتاعو. أقسم بالله يا شعب يا القروضات اللي قاعدة تمشي الناس وجهات، أقسم بالله يا شعب يا القوانين قاعدة تتخدم على المقاس، أقسم بالله يا شعب أكبر مسرحية هي بتاع السياسة بتاع بعض الأحزاب اللي تدعي الوطن ولا الوطن. أقسم بالله لو ما يفيقش الشعب إلا يا البلاد هذه المتبيع والمدارك المعمر ببرطلة يدور لهنا